قلنا انه احنا سنكون انصار المهدي ان شاء الله. وعندما ياتي المهدي كيف خبرنا الرسول عليه الصلاه والسلام بحسب شروطه وبحسب كل الظروف اللي تحدث فيها قال الله وقال الرسول ان شاء الله سننصره ولن ندعي ان المهدويه ستكون لغير المهدي الحق. واعتبرنا انه هذا الاعلان شو هو؟ هو حلول الخلافه في بيت المقدس ان شاء الله، لانه لا يوجد تفسير اخر ممكن او محتمل لهذا الامر في هذا الشهر. عشان هيك من الاشارات اللي تبقت موت خليفه، انه نشوف المعنى من المعاني الثلاثة اللي تكلمنا فيها، الاقتتال على الحكم بعدين، وبعديها ايش؟ سيظهر المهدي. هلا بعد ظهور المهدي اخواني سنشهد الخسف في جيش السفيان، وبعدين اخواني سنشهد معارك المهدي، ومن ضمنها معركة مع حكم او مع جيش الحجاز، معركة مع جيش فارس، واخيرا سنشهد فتح روما. سنشهد فتح روما وستفتح روما بالتكبير. في هاي اللحظة التي يتم فيها فتح روما سيخرج الشيطان وينادي في المسلمين لقد خلفكم الأعظم الأعوار في ذراريكم، وسيكون هذا النداء كذب. إلا أنه في لحظة نداء الكذب أن الأعور خلفكم في ذراريكم، في هاي اللحظة سيظهر الأعور الدجال على الحقيقة. والأعور الدجال سيمكث 40 يوم، أول يوم كسنة، وتاني يوم كشهر، وتالت يوم كأسبوع، وباقي أيامه كأيامنا. في آخر يوم من أيام الأعور الدجال اللي هو اليوم 40 سينزل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في المنارة البيضاء في سوريا، وسيكمل على جناح ملكين حتى يأتي إلى بيت المقدس. سيكون في هذا الوقت المهدي قد تمكن من الوصول إلى بيت المقدس وصار متواجد في داخل المسجد الأقصى، ولا نعلم كيف، ولا نعلم كيف، في طريقة سيمكنه فيها الله سبحانه وتعالى، يعني سيصل المهدي بطريقة ما وسيصبح داخل. لا لسه بيكون تمكن من الوصول إلى داخل المسجد الأقصى. أي نعم، بطريقة ما أو بأخرى يتمكن، وسيكون الأعور الدجال، سيكون الأعور الدجال من خارج سور المسجد الأقصى، والمهدي وعيسى من داخل سور المسجد الأقصى عند باب التوبة والرحمة، فين مقبرة الرحمة حاليا، أو كيف كنا نسميها وإحنا صغار، توما توما للي بحب أو اللي بيعرف هذا الاسم، في ذلك المكان. يعني هذا المكان سيكون الالتقاء. هلا إنه يفصل بيناتهم سور، يفصل بيناتهم سور شو معناه؟ إنما هذا تدل إنه هذا الوقت سيكون أو ستكون القوة مالها ضعيفة. يعني الأعور دجال في يوم مثله مثل أي واحد تاني، يعني ما في أفضلية للأعور دجال، ولا في عنده قوة، لأنه قوته أول يوم كانت زي السنة، ثاني يوم مثل شهر، ثالث يوم مثل أسبوع، ولكن في آخر يوم شو بده يكون؟ زيه زي أي بني آدم عادي، زيه زي أي إنسان مثلنا، ما في له قوة ولا في له هيبة، إنما هيبته راح تكون على مين؟ على أتباعه من اليهود ومن النساء ومن يهود أصفهان اللي اتبعوه من الكفار ومن عبدة الشيطان، هدول هيبته راح تكون عليهم. أما على سيدنا عيسى وعلى المهدي وعلى المسلمين ما راح يكون في لها هيبة. ولكن كما تكلمنا، يعني المنطق السليم البسيط يقول إنه في هذا الوقت ستكون القوى كلها والأسلحة كلها مالها قد زالت. يعني سور سيفصل ما بين الأعور من جهة وبين المهدي من جهة أخرى، ولن يستطيع الأعور حتى تسلق هذا السور حتى يدخل المهدي، ولن يستطيع أتباع الأعور هم يتسلقوا السور. سيبقى هذا الوضع لإمتان؟ لحد ما يأتي سيدنا عيسى ويدخل المسجد الأقصى على جناح ملكين ويتقدم، وفي وقت الفجر تكون الصلاة قد قامت للمهدي حتى يؤم في الناس، فتنادي الناس انه هي عيسى قد حضر، لانه الناس بتستناه، الناس بتستناه يعني في كل يوم. اي نعم، نزل بدمشق وتكمل لفين؟ لبيت المقدس في هذا الباب. فلما يوصل للمسجد الاقصى بتقول الناس للمهدي انه هي عيسى يعني وصل، هو كان بادئ الصلاة، يعني قامت الصلاة، فيتراجع حتى انه يقدم سيدنا عيسى، لان سيدنا عيسى يربت على ظهره ويقول له لقد اقيمت لك، فيكمل الصلاة. وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام منا اهل البيت
من يصلي عيسى خلفه، يعني المقصد فيها المهدي. هلا هون لما تخلص الصلاة يخرج سيدنا عيسى لملاقات مين؟ الأعور الدجال. الأعور الدجال أول ما يشوف سيدنا عيسى مهابته اللي كان زرعها في قلوب أعداء الله من عبدة الشياطين وحزبه، شو بصير فيها المهابة هاي؟ بتذوب كما يذوب الملح في الماء، ويبدأ الأعور الدجال بده ينجو في إيش؟ في نفسه، بالركض بيبدأ يركض يهرب من وجه سيدنا عيسى، ويلحق سيدنا عيسى حتى يصطاد فين؟ في باب لد، ويقتل بحربته في ذلك المكان. وباقي المسلمين اللي بيخرجوا من المسجد الأقصى بتبعوا إيش؟ أتباع الأعور الدجال. في هذا الوقت بكون جيش المهدي، باقي جيش المهدي قد وصل فين؟ إلى باقي الجيوش اللي عمالها بتحارب وبتصارع في هار مجدون، في مجده مرج ابن عامل أو في مجده، وهناك تكون الملحمة الكبرى. يعني في عنا أكثر من ملحمة أو حدث في نفس الوقت، لأن في عنا حدث في المسجد الأقصى، في عنا ملحمة كبرى فين؟ في مرج ابن عامر، في ملاحم حوالينا، يعني لسه في جيوب معركة في روما، يعني روما تترك ولكن لا تترك على بالكامل، وفي ملاحم فين عمالها بتصير؟ في سوريا. ليش سيدنا عيسى نزل في سوريا؟ عشان يصبر الناس انه اصبروا الفرج جاي، لسه في معارك عمالها بتصير في سوريا. من المؤكد اخواني انه العربية السعودية حاليا اللي هي بلاد الحرمين او بلاد الحجاز ايضا فيها معارك وملاحم، يمكن العراق، يمكن اليمن، يمكن مناطق تانية أخرى كثيرة فيها نفس الشيء. عشان هيك إخوان، يعني هذا المسلسل أو هذه السلسلة اللي بتعتمد على أحاديث صحيحة تكفينا، تكفينا. ليش أنا شو أسوي؟ أضطر إني أجي أدخل فيها أمور زي على سبيل المثال الطارق. الطارق إحنا بنعرف الحديث فيه إنه هو إشارة مين؟ إشارة الأعور. يعني إذا أنا بدي أدخل حديث الطارق فين بدخله؟ قبل ظهور الأعور. طيب إمتى قبل ظهور الأعور؟ إمتى بده يكون؟ بده يكون إما قبل المهدي أو بعد المهدي، لأنه سواء المهدي أو الطارق رح يكونوا قبل الأعور، مزبوط ولا لا؟ فأنا صار في قدام احتمالين، إن أنا أتكلم إنه الطارق سيكون قبل المهدي، وإنه الطارق سيكون قبل إيش؟ الأعور بعد المهدي. طيب إذا قلنا انه الطارق بعد المهدي، بين المهدي وبين الاعور، طب انو اقوالي كاشارة لظهور الاعور او نزول سيدنا عيسى، الطارق ولا المهدي نفسه؟ المهدي. طب اذا قلنا انه الطارق قبل سيدنا، قبل المهدي، شو معناه؟ معناه انا عمالي بترقب حدث مش اكيد، لانه ممكن يكون امتى؟ بعد المهدي. فبدي اتمنى اترقب الطارق ولسه ماله المهدي مش جاي. فعشان هيك انا برهق نفسي وبكلفها اكثر من طاقتها اني انا انتظر الطارق قبل ايش؟ ظهور المهدي. انا معك انه ممكن يكون الطارق قبل المهدي، ولكن قديش الاحتمالية؟ وقديش انت بتكلف نفسك في التفكير وفي حمل عبء انك انت تنتظر الطارق قبل المهدي؟ شو في فرق بين انتظارك للطارق وبين انتظارك للمهدي؟ طالما احتمالية التنين نفس الاشي، يعني ممكن يظهر الطارق ممكن يظهر المهدي، يعني في هذا 50% وهذا 50%، لانه انا ما بعرف مين راح يكون قبل، فالاحتمالية موجودة للتنين. ولكن انا لما اجي انتظر الطارق شو بتمني؟ بتمني معطي للشيطان فرصة انه كل نجم عماله بيقرب من السماء شو يقول لي؟ هي الطارق قرب. فشو بيسوي؟ برهقني وبتعبني في هذا الامر. اما اذا انا عمالي بنتظر اشارة حقيقية، شو بنتظر؟ بنتظر المهدي، لأنه ما فيها مجال. المهدي إخواني يعني أمره مقدر من الله سبحانه وتعالى، والشيطان لن يستطيع أن يغير في أمر ظهور المهدي. على العكس تكلمنا أنه أصبح من مصلحة الشيطان أنه هو يسرع خروج المهدي، يعني أنه هو يسهل كل الاحتمالات وكل الطرق ويفتح كل الأبواب اللي ممكن تؤدي لإيش؟ لظهور المهدي. ليش؟ لانه عماله النظام اللي بناه ابليس من راس الهرم عماله بنهار، عماله بنهار، فيش ما فيش عنده وقته، عماله بنهار، عماله بيشوف مملكته
إبليس عماله بيشوف مملكته اللي بناها من خلينا نقول 20,000 سنة من زمن سيدنا آدم لحد اليوم شو عمالها؟ بتنهار بتنهار زي حجارة الدنم قدام منه. واحد حجر شو بيسوي؟ بدب حجر بدب حجر. فهو شو صار؟ صار خايف على هاي المملكة إنها تنتهي بالكامل قبل مين؟ قبل ما يخرج الأعور الدجال. هو أمله في ظهور الأعور الدجال إنه يكون إيش؟ إنه يكون وسيلة وطريقة، وسيلة وطريقة يقضي فيها على الأديان، يقضي فيها على كل من يوحد الله ويقول لا إله إلا الله على وجه الأرض. عشان هيك وهو ينظر إلى هذه المملكة اللي بدأت تنهار قليلا قليلا وتنسحب من بين يعني يديه كل الأوراق، شو قال؟ قال طب أنا خليني أخرج المهدي أو أسهل وأصر خروج المهدي. ليش؟ عشان أكسب الوقت ما يكون في انهيار أكتر وفي تحطم أكتر للحزب أو لا هذا الشيء الكبير اللي أنا بنيته. عشان هيك يا إخوان أمر المهدي مقدر. شوفوا كيف الله سبحانه وتعالى إحنا ابتلانا في اليهود، ابتلانا في اليهود في هاي الأرض المقدسة، ولكن لما ابتلانا فيهم شو سوى؟ جعلهم يخدمون رغما عنهم في المدارس، في المستشفيات، في الشوارع، في البنى التحتية، في العلوم، في التكنولوجيا، في كل أمور حياتنا. يعني لو سألنا أي دولة عربية موجودة على الخارطة عندها إمكانيات أكثر من الإمكانيات اللي موجودة عندنا إحنا المسلمين اللي موجودين في تحت حكم اليهود، أني ولا واحد ولا واحد. فشوفوا كيف كيف الله سبحانه وتعالى أخرج من الشر خير. كمان نفس الإشي في موضوع ظهور المهدي، سيخرج من الشر اللي هو إبليس وحزبه خير، إن هم يكونوا يد قوية تقوم على إخراج المهدي وتحقيق أو تسهيل كل الأمور للمهدي إنه يخرج، على أمل إنه لما يخرج شو يكونوا؟ يبدو المعركة تبعتهم، يبدو الحرب تبعتهم. يعني هلأ هم بيحضروا للمعركة من الخارج وبنفس الوقت بيسهلوا لخروج المهدي عشان يكملوا المعركة تبعته. هذا الحال اللي احنا وصلنا له إخواني. فأمر المهدي مقدر من الله سبحانه وتعالى، ولن يكون إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى، إلا قدر الله سبحانه وتعالى. سيأتي الله سبحانه وتعالى بقدره، سيخرج المهدي وسيأتي المهدي في الوقت المناسب، وسيكون الشيطان أداة يستخدمها الله سبحانه وتعالى في شر الشيطان لخدمة الإسلام والمسلمين بإذن الله. سيكون استخدامه رغما عنه أن الله سبحانه وتعالى يستخدمه حتى أنه هو يسهل أمور. فإحنا إخواني منقول أنه الأمور الجانبية اللي ما فيها شيء أكيد نستطيع التخلي عنها، ولما تحدث أو يحدث ما يقويها نتكلم فيها في وقتها. عشان هيك في كتير أسئلة، في ناس تسألني طب أنا سألتك هذا السؤال، سألتك هذا السؤال ليش يا شيخ ما جاوبتني عليه؟ منقول لأنه بكل بساطة الجواب عليه سيضر أكثر مما ينفع. عشان هيك الترك هذا السؤال يكون أفضل. إحنا نتكلم في الأكيد المضمون ونترك ما في شك، لأنه ما في شك قد يؤدي لإيش؟ لمضرة أكثر من النفع. أجي أقول لك والله هذا الحديث بيحكي كذا وكذا وكذا ومعناه كذا وكذا وكذا، وهي تحتمل احتمالات وأنت ما تقدر تفهم علي، ولسه أنت مش دارس الإسلام مظبوط والإيمان مظبوط والإحسان مظبوط، سيكون وقع هذا الحديث عليك أكبر في ضرره من الخير اللي موجود فيه. عشان هيك في أمور إخواني يعني أنا أعتذر عن الإجابة عنها، مش لعدم إلمامنا فيها، ولكن لأنه التكلم فيها سيحدث ضرر وشك وبلبل للناس أكثر من الخير الذي قد يأتي من هذا الشيء. في حد سأل أسئلة إشي في مثال على المجموعة بدال ثلاث، في كان شخص يقول أنه النجمة السداسية هنا تبع لسيدنا داود سيدنا سليمان، كمان الآية فلا أقسم بمواقع النجوم أنها هي النجمة السداسية، وأن النجم هذا متاخذ شكل النجمة السداسية وحكينا لها مرات، فهذا نوع من الخلط يعني هو تزييف الحكاية. طيب الله يجزيكم الخير. الله يجزيكم الخير. يعني إخواني التأويل، تأويل القرآن الكريم
يحتاج إلى أدلة. يعني لا نستطيع أن والله نقول ولك معنى هذه الآية كذا وكذا وأنا شو عمال بسوي أخرج من دماغي. شو بحتاج؟ بحتاج أدلة علمية أو شرعية على الشيء اللي أنا بحكيه إن شاء الله. شو في كمان أسئلة؟ في سؤال عن عمر أمة الإسلام 1500 سنة، هذا حديث صحيح؟ هناك حديث، يعني أحد الإخوان يسأل عن عمر أمة الإسلام، هناك حديث يدل على أنه عمر أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يوم، بمعنى 1000 عام، وأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وأن الله سبحانه وتعالى زاد ذا اليوم بإيش؟ بنصف يوم، يعني أصبح 1500 عام. هون إخواني يعني الألف خمسمائة عام بدك تبقى عارف الأعوام ليست كالسنين، أعوام ليست كالسنين. فالله سبحانه وتعالى يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هون نتكلم يعني في فرق ما بين السنة والعام. عادة السنة شو بتكون؟ شمسية، وعادة العام بيكون قمري، إلا إنه التشريع أو التسنين خلينا نقول والتقويم الإسلامي يعتمد على إيش؟ على القمر، يعني على العام. فعشان هيك كلمة هون كألف سنة مما تعدون يعني قد تحتمل الاحتمالين، قد تكون سنة بمعنى سنة شمسية، وقد تكون عام بمعنى عام قمري. عشان هيك في الألف وخمسمائة سنة راح يكون في فارق زمن بين السنين والأعوام، عشان هيك لا يمكن أن نعرف بالضبط تماما متى ستكون نهاية أمة الإسلام. بالإضافة إلى أنه نهاية أمة الإسلام، يعني أنا أجي أسألك ما هي النهاية؟ يعني إحنا خلينا نقول عرفنا البداية، البداية لما جاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة. طيب إمتى تنتهي؟ حدد لي إمتى تنتهي أمة الإسلام؟ هل تنتهي أمة الإسلام مع ظهور المهدي؟ هل تنتهي أمة الإسلام مع نزول سيدنا عيسى؟ هل تنتهي أمة الإسلام بموت المهدي؟ هل تنتهي أمة الإسلام بموت سيدنا عيسى؟ هل تنتهي أمة الإسلام بهدم الكعبة؟ هل تنتهي أمة الإسلام بشروق الشمس من مغربها؟ فين النهاية؟ عشان هيك في احتمالات يعني كثيرة انه احنا نتطلع لطرفين عمر أمة الإسلام. يعني فينا اول شيء موضوع هل هي سنة شمسية ام عام قمري. بعدين لو اتفقنا على البداية بتم الاتفاق على النهاية، صعب انه احنا نتفق على النهاية. الا انه اخواني احنا لحد هلا عدينا 1439 سنة هجرية. لما تقول 1439 سنة هجرية وفي قبلها طبعا السنين اللي قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وفي 3 سنين اللي هي عاشها سرية، يعني في عندك 14 سنة 3 و11، وفي عندك 1439 قديش بصير في عندنا؟ 1453 1056، في عندك 39 1439 ونزيد عليها 14 بصير في عندك 1453. 1453 لما تقيم منها 1500 شو بصير في عندك؟ بتم في عندك 47 عام. هلا اذا احنا بدنا نقدر نقول ولا تقديرا، لو تقدرنا تقديرا انه في عندنا 7 سنين لزوال بني اسرائيل عن استحقاق الوعد الحق، ومن ضمنها 40 سنة لسيدنا عيسى، معناه كأنه احنا بنفترض انه ايش؟ انه أمة الإسلام راح تنتهي ايمتان؟ بموت سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. ولكن لا يشترط، ما بنقدر نعرف على الحقيقة، ما بنقدرش نعرف، كأنه ما بنقدرش نعرف على الحقيقة، بنقدرش نجزم. ولكن خلينا نقول انه هذا الحديث يدلنا ما لا شك فيه انه لما نقول عمر أمة الإسلام سواء 1500 سنة او 1500 عام يدلنا على ايش؟ انه احنا في اخر الزمن، لانه اقتربنا جدا. نقيم نضيف كمان 40 سنة لعمر او لحكم سيدنا عيسى، ونضيف 7 سنين خلينا نقول لا استحقاق الوعد الحق، هاي شو صرنا ايش؟ في اخر الزمان. ودائما نقول والله سبحانه وتعالى اعلى واعلى. في حدا عنده اي سؤال؟ الدخان. هي زي الطارق قلنا بدناش نحكي فيها لانه بدري عليه. لا وهو بالضبط. يعني الدخان، علامة الدخان ان هناك من العلماء ما قال انها تمت وخلصت من زمان،
وانه كان في حريق وخرج منه دخان، وكانت الناس تشوفه من مكان بعيد يعني جدا. فهناك من يقول ان الدخان حدث من زمان، وهناك ايضا من قال انه حدث بالفترة في الامريكيتين، كان في حريق او كان في بركان وتسبب بخروج دخان واستمر لايام هذا الدخان. في ناس يقول لك هذا الدخان اللي المقصود فيه. فعشان هيك لا يمكن تحديد تماما وقت الدخان، ما في شيء في الشارع بدل على وقته، لربما فات ولربما لسه قادم في الطريق، تماما مثل ايش امر الطارق. عشان هيك لا راح يضرنا ولا راح ينفعنا نحن نتكلم فيه حاليا، لانه شو في عليه او في له احتمالات في الماضي والحاضر والمستقبل، وهي الاحتمالات راح تدخلنا في دوامة احنا بغنى عنها، ونكتفي بايش بالسلم الزماني اللي احنا ربطنا فيها الاحاديث الصحيحة تكفينا ان شاء الله. في ناس تعتقد ان انتهاء التكنولوجيا بس السبب الوحيد ممكن يكون له نجم الطارق، ايش ممكن اسباب تانية غير نجم الطارق؟ انفجار شمس مثلا؟ يعني احد الاخوان يسأل عن سبب انتهاء التكنولوجيا، بقول انه السبب الوحيد اللي هو بيعتقده انه يضرب نجم او شيء جرم سماوي خلينا نسميه يضرب في الارض فيصدر صوت ويؤدي هذا الانفجار الى ارتداد على كل الارض الكره الارضيه وتؤدي الى فناء او نهايه التكنولوجيا. ممكن كمان يعني الاقوال اللي بيقولوها زي ما طلعوا علينا بكوريا وقلنا يا اخواني احنا لا نعتقد ان كوريا تمتلك قنبله كهرومغناطيسيه تؤدي الى ضرر في او خلل في كل الالكترونيات الموجوده على وجه الارض. ممكن كمان اخواني انفجار شمسي يؤدي الى انبعاث اشعه شمسيه قويه لوجه الارض يؤدي لمثل هذا الامر. ممكن كمان ايضا اخواني خلل في داخل الكره الارضيه، احنا بنعرف داخل الكره الارضيه الطبقه السابعه هي عباره عن كرة حديدية نارية ملتهبة بسميها مغناطيس الكرة الأرضية، هي المغناطيس. وبنعرف إخواني أنه هذا المغناطيس في يوم من الأيام سينقلب أو ستنقلب أقطابه. بداية انقلاب الأقطاب المغناطيس وكل شيء موجود على وجه الأرض في كهرباء، ما هو بتأثر في إيش؟ بتأثر في المغناطيس. حدوث خلل في اللبنة الداخلية للكرة الأرضية او بدء دوران الصهارة بطريقة عكسية بطريقة ما، واللي راح تؤدي لشروق الشمس من مغربها، ايضا ممكن تكون سبب في انتهاء التكنولوجيا. عشان هيك قد يكون هناك اسباب عديدة، فلا نحصر انفسنا على سبب، ما نحصر انفسنا على سبب. اللي احنا بنعرفه الاشي الاكيد اللي احنا بنعرفه انه الشمس ستشرق من مغربها، ولكن السؤال هل ستنتهي التكنولوجيا؟ من اين لنا هذا؟ انه الأحاديث بتشير أنه آخر حروب آخر الزمان ستكون بالسيف والحجر وعلى الخيل، لا يعني بالضرورة انتهاء التكنولوجيا. قد تكون هناك بندقية وقد تكون هناك حرب في نفس الوقت، قد يكون هناك دبابة وطائرة وقد يكون هناك إيش خيل بنفس الوقت. يعني الأحاديث التي تشير إلى الأسلحة البيضاء أو الابتدائية أو البدائية لا تعني بالضرورة أن التكنولوجيا ما تكون قائمة. عشان هيك لا نستطيع ان نجزم ان التكنولوجيا راح تنتهي، قد تزول التكنولوجيا وهذا الاحتمال وارد، ولكن لا نستطيع ان نجزم لانه لا يوجد شيء صريح في الشرع يتكلم عن نهاية هذه التكنولوجيا. عشان هيك بنقول دائما والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. في حدا عنده اي سؤال اخر؟ والله يكفيهم فخرا انه صلاح الدين الايوبي كان منهم، شو بدهم اكثر من هذا الفخر؟ ولا ربما يعني مين بيعرف، ما حدا بيعرف مين اللي راح يقود الامه في حروب اخر الزمان، مين القواد اللي راح يكونوا. لكل مجتهد نصيب. يعني اذا في انسان بغض النظر من كردستان، من العراق، من تركيا، من بلاد الحرمين، من مصر، من المغرب، من الجزائر، من اليمن، من فلسطين، من سوريا، اجتهد، فاجتهاده لفين؟ لنفسه. اجتهاده لنفسه،
وسيكون من السابقين السابقين في إكرام الله سبحانه وتعالى إلهم يوم القيامة إن شاء الله. فلكل مجتهد نصيب. في هذا أي سؤال آخر؟ نكتفي بهذا المقدار ونقول بارك الله فيكم وجزاكم كل خير، على أمل اللقاء معكم إن شاء الله في الغد القريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لكم.